إلى جانب اقتراحات وزير التربية والتعليم مروان حميدة، أبرز ما سجل في جلسة مجلس الوزراء إقرار الدوام الرسمي الجديد وفق ما أعلن وزير الشؤون الاجتماعية بيير بوعاصي عقب انتهاء الجلسة التي انعقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. تمت مناقشة وإقرار معظم بنود جدول الأعمال 65 وأقر دوام العمل الجديد، وهو من 7:30 صباحاً إلى 3:15 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس، ومن 8:00 صباحا إلى 11:00 صباحا يوم الجمعة. وكان الوزير حميدي قد أعلن ووزير العمل محمد كبارة عن مقترحه في الجلسة لأساتذة التعليم الخاص وأساتذة الجامعة اللبنانية. قربت موضوع حل معضلة التعليم الخاص باعتماد جدولة الدفع ل أساتذة التعليم في التعليم الخاص على 3 سنوات، درجتين درجتين درجتين، مما يضمن حقوق ويخفف من الزيادات على الأقساط. واقترحت أنه في السنة الرابعة الفروقات اللي تنتج عن هالشيء، الدولة اللبنانية كما سبق وعد فخامة الرئيس كان لغبطة البطريرك وللمدارس تساهم، وإن شاء الله بهذا يعني بالعام 2021 بيكون صار معنا فوائد بتسمح بهالتغطية ونسكر هالملف نهائيا. بالتالي الأساتذة بياخذوا حقوقهم، المدارس ما بتنكسر وما بتسكر، والأهل ما بينضربوا، بتكون الزيادات ناعمة كتير وتتلازم مع التضخم المعيشي. النقطة الثانية اللي أثرناها مع عدد من الزملاء وأبرزهم الأستاذ الوزير كبارة، هو إعطاء 3 درجات لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية. فقلن أولاً بوجه نداء قبل ما قلن شو صار، النداء أنه يفكوا الإضراب، لأنه السنة الجامعية في 70,000 طالب على الأقل في الجامعة اللبنانية هني ناطرين كمان يوصلوا ويأخذوا شهاداتهم ويأمنوا فرص عمل لنفسهم. وعلى هامش الجلسة تحدث وزير المال علي حسن خليل عن جديد موضوع الإسكان. موضوع الإسكان يعني فينا نأكد أنه الأمور سلكت الطريق الصحيح، والمؤسسة حتستأنف قبول الطلبات وبتة، وزارة المال بقرار بالتفاهم مع دولة الرئيس اتفقنا على تأمين فروقات الفوائد لهذه القروض. إلى ذلك أشار وزير الطاقة سيزار أبي خليل قبيل الجلسة إلى أن موضوع الكهرباء الذي يغيب عن جلسة اليوم سيطرح في جلسات لاحقة للحكومة.